الحمد لله كان كل شيء زوين. الحمد لله الجمهور ديال اسفر معروف بالضحك والنشاط، ما نحتاج نشكرهم. بالنسبه للسبيكتاكل ديال الزوين كانوا حاضرين معنا الشباب اللي هما كانوا معنا في ستاند اب بحال فتوحي بالعياشي، كان معنا مراد القردالي، كان خالد الزبالي، يعني كاينين يعني واحد الدراري اللي هما زوينين تاقات اليوم غاديين في المسار ديالهم، والحمد لله داز سبيكتاكل زوين. غادي نشوفكم في شي اعمال اخرى سواء في التلفازه المغربيه او في المهم حنا في المهرجانات راه ديما متواجدين الحمد لله، راه من بدينا من ورا ستاند اب وحنا في المهرجانات. بالنسبه للتلفازه ماشي اوبليجي، سواء كان الا كنا فيها مرحبا، ما كناش فيها راه حنا خدامين على لاشين ديالنا دابا تقريبا راه شي 70,000 ابوني، راه غاديين خدامين سامارش كنديروا لي فاين ديالنا الاخر الحمد لله. هو بزاف ديال الطرائف، من بين الطرائف فهمتي دابا جيستن بيبر تيبان لك برا تيلوح في السليب ديالو تيتلاحوا عليه، قلت انا نجربها حيت السليب ديالي بحال هكا حتى هو يطلع لي واحد خير صحيح، قال لي ملي تلوح السليب ديالك صبنوا بعد. انت شي طالب وقعت؟ والله كان اقل واحد هاد النهار كنا بحال هكا كنكونوا خارجين بحال دابا بحال كنتلاقاو مثلا مع ناس في الزنقه كيقول لك علاه كدير انا طلامط بخير لاباس، يعني ديما كتكون ناس الصوت كيقول لك شي واحد اللي راه شلاهبيه. دونك شلاهبيه كنشوفكم باللي معروفين بزاف، يعني كيف كديروا ملي كتكونوا خارجين في الزنقه كيف كتلاقاو مع الجمهور ديالكم شنو كيقول لكم؟ العكس عادي بالنسبه ليا المساله ديال اننا نتلاقى مع الجمهور ديالك، كتعامل على اساس انك عادي ماشي شي كدير لان كلنا بشر ما عندكش تعزز ولا شي لعيبه، دونك راه بحالنا بحالهم كنتلاقاو تنضحكوا معاهم تناخذوا معاهم لي فوتو تنمشيو عادي الناس تتفرح فينا، كنقول لهم شكرا من هذا المنبر وتبارك الله عليكم تدوموا على اي واحد.